هلأ فيروس كورونا صعب والحرب صعبة، بس الحرب أصعب. هلأ أنا قبل كنت خيط، بس الخياط يعني قليل. هذا الفيروس معروف، يعني بين كل العالم صاروا يعرفوا هذا الشيء، يعني وين ما طلعوا بيسمعوا فيه، بقى صاروا يخافوا شوي يعني منه. بده الإنسان يعني هو بيعرف أشو يعني يعمل وأشو يساوي وعن أشو يبتعد، يعني بده وقاية. هلأ بعد ما اشتغلت يعني صار يعني الوضع أحسن، يعني شعور كان كتير كويس إنه أنا مثلاً تعبت، وبعد هالتعب يعني لقيت إنه نتيجة إنه تعبي. هلأ بشعر بالأمان الحمد لله، طالما إنه مع أهلي وهيك الحمد لله.